مرحبا جميعا، احنا هلا في طريقنا لمتحف او لمتحف قطر الوطني، واللي كنا حنحكي فيه في الفيديو الماضي، لكن لما رحنا وصورنا اكتشفنا انه الصوت او الساوند كواليتي كانت سيئة. فاليوم هاي رايحين مرة ثانية، حنكون معكم انا وابو المدني ان شاء الله. اليوم نلف في المتحف، اليوم الجمعة بعد افتتاحه للعامة بيوم واحد. امبارح تم افتتاحه ب 28/3، اليوم احنا يوم الجمعة 29/3، ان شاء الله راح نكون في المتحف الاسلامي. هلا احنا بطريقنا لمتحف قطر الوطني، احنا جايين من جهة السد والنصر باتجاه خليني احكي منطقة اسمها السلطة القديمة، ونفس المكان اللي انا جيت عليه المرة الماضية من في فيديو المتحف الاسلامي، لانه متحف قطر الوطني هو جدا قريب على متحف الفن الاسلامي، وهو على النهاية الجنوبية للكورنيش. صح صديقي؟ مظبوط. طيب هلا الفكره في الموضوع انه انت مش بس هذه الطريق الوحيد اللي انت بتقدر تيجي فيها على المتحف، انت اذا كنت بالسد او بالنصر فانت بتقدر تيجي هاي الطريق من عند اشاره الشموخ او بسموها اشاره السد، بتقدر تيجي بهذا الاتجاه باتجاه السلطه القديمه، بتقدر تروح من اشاره كيو ان بي باتجاه الكورنيش تطلع باتجاه اليمين وتروح على متحف قطر الوطني زي ما حكيت في النهايه الجنوبيه للكورنيش. الطريق الثاني اللي انت بتقدر تروح منه اذا كنت جاي من السيرينج رود تروح باتجاه راس ابو عبود، جسر اسمه راس ابو عبود اللي هو بوديك اصلا على المطار اللي هو مطار حمد الدولي، ومنه بتروح على متحف قطر الوطني. الطريق الثالث انك اذا انت اصلا كنت جاي من الوكره بنفس الاتجاه بتروح راس ابو عبود، وبرضه بتروح على متحف قطر الوطني بنفس الاتجاه او باتجاه معاكس اللي انا هلا رايح عليه. والطريق الاخير انك اذا كنت رايح من جهه الدفنه او من الويست باي اللي هي منطقه الابراج او من اللؤلؤه لهذيك المنطقة كاملة، بتروح باتجاه الجنوبي اللي هو اتجاه الكورنيش، شارع الكورنيش كامل بامتداد تقريبا 7 كيلو او 8 كيلو متر، وبتروح بهذا الاتجاه. بعد ما تعدي متحف الفن الاسلامي راح تلاقي على جهة اليمين، وانت بهذا الاتجاه راح تلاقي على جهة اليمين متحف قطر الوطني. هلا حاليا احنا بمنطقة مشيرب من المشاريع الجديدة اللي موجودة في الدوحة واللي كثير مركزين عليها، وراح نروح من هذه المنطقة باتجاه اليسار عشان نطلع على الكورنيش من جنب سوق واقف من أحد أهم المعالم الموجودة في قطر. سوق واقف أو سوق واقف أو سوق واقف زي ما بتعرف تحكيها بلهجتك أو بلغتك، وبرضه من جنب القصر الأميري. فهذه الاتجاهات اللي أنت بتقدر تاخدك على متحف قطر الوطني. زي ما حكيت هاي هي مدينة مشيرب، نشوفها مع بعض. الجهة الثانية راح تلاقي القصر الأميري، وبالوجه مباشرة راح يكون عندك سوق واقف. يمكن شوي الصوت المرة هاي أو بهذه اللحظة طلع مزعج لأني فتحت الشباك ومش حاط المايك لسه. فهذه هي الاتجاهات اللي أنت بتروح عليها، هذا اللي هو هون بهاي المنطقة، هذا هو سوق واقف، وبهون هذه هي مشارب، وهون على الجهة هاي بالجهة اليسار راح تلاقي القصر الأميري. احنا راح ناخذ من هاي الإشارة راح نروح باتجاه اليسار، والإشارة اللي بعدها راح نروح باتجاه اليمين عشان أوصل عن نفس الإشارة اللي طلعنا منها باتجاه متحف الفن الإسلامي. وهذا المبنى من المبنى اللي كثير مهم، المعالم كثير مهمة في برضه في قطر، هو مركز الشيخ عبد الله بن زايد الثقافي الإسلامي. هاي الإشارة اللي جينا عليها المرة الماضية وظلينا بالاتجاه مباشرة باتجاه المتحف عشان ندخل على البوابة، هلا احنا راح ناخذ منها يمين بتصير مبنى وزارة الداخلية على يميننا، بنروح او متحف الفن الاسلامي على يسارنا، بنروح بالاتجاه مباشرة على متحف قطر الوطني. هلا من هاي الاشارة اللي لقتنا مباشرة بعدها راح يصير المتحف على اليمين. طبعا الباركينج مش على الشارع الرئيسي، فاحنا راح نلف من جنب المتحف ونروح على الجهة الخلفية باتجاه الباركينج. بعديها بلش يبين معانا متحف قطر الوطني، خلينا نشوفه مع بعض. طبعا من هون تقدر تدخل على متحف قطر الوطني وتاخذ الباركينج، لكن انا بدي الف حوالين المتحف عشان نشوفه مع بعض، نقدر نشوف الديزاين اللي تاثر فيه المهندس المعماري جان نوفيل، المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، حائز على عده جوائز عالميه منها جائزه الاغا خان، منها الولف برايز ان ارت،
واضح تأثره في واحد من أهم خلينا أحكي السيمبولز أو أهم المعالم، واحد من أهم ما يميز المنطقة الصحراوية الموجودة في الخليج وفي قطر تحديدا، وهي أو خلينا أحكي الديزرت روز. هذا هو جسر أبو عبود، منه باتجاه اليمين راح أروح هلأ على منطقة الغانم العتيق، بعدين راح أدخل باتجاه اليمين باتجاه المتحف، هي يسار على هاي الجهة المتحف،